يا باشا ما تقولش كده، المصلحة واحدة. أنا بس كان نفسي أسلم على سعادتك قبل ما تمشي. خلاص إحنا فيها قعدة على سعادتك، نشرب قهوة سوا. طيب يا فندم، مع ألف سلامة. شفت بقى سيادة النقيب سره باتع إزاي؟ ده سيادتك اللي سرك باتع. العيال كانت خلاص مستبيعة ومستعدة تضيع نفسها. ما تبلغيش بقى، بلغ السابعة على حطها نفسها. دول ما صدقوا سمعوا كلمتين يا بيل والريق، طاروا على بيوتهم. ما هي دي مشكلتنا، طول عمرنا نفسنا قصير في كل حاجة بنعملها. أنا عارفك كويس. ما تصدقي تسمعي سيرة اليأس علشان تغني فيها، مش تحمدي ربنا على الإنجاز اللي حصل. مش لما يتحقق الأول يا باشا، لا خوف لا يطلع زي باقي الإنجازات. ما تنسيش إنك أنت واقفة مع ظابط ما نفسوش يطلع معاش بدري. ما هي دي مشكلتي معاك يا حسن باشا، دايما بنسى انك ضابط كبير وبحس انك من القله المندسه. اهي دي جزات اللي يتباسط مع الصحفيين المتمردين. متشكره يا باشا. متشكره بالبق كده؟ مفيش افعال؟ تعمل ايه؟ الصحفيه ورسملها الكلام. طيب يا استاذه الصحفيه، ممكن موبايلك بعد اذنك؟ انا طالب منك خدمه انسانيه، ممكن؟ وامرني يا باشا. بص يا ستي، دي نمره حمايه السابق. فعلا سياده المحافظ، ده في زمايل ليا ممكن يشتروا النمره دي بالشيء الفلاني. لا بس انا عارف انك انت جدعه ومش هتسيب النمره، علشان لو النمره دي اتعرفت السيد المحافظ هيغيرها، وانا اساسا طلع عين اهلي على معرفه اجيبها. طب امرني يا باشا من عينيا، انت عايز ايه؟ حاضر حاضر، اديني بقى فرصه امر. اتفقنا. بص يا ستي. الو سياده المحافظ، ازاي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب يا فندم. معاك داليا غنيم، رئيس قسم الحوادث في جورنال الامل. انا اسفه لو بزعج حضرتك في وقت مش مناسب، بس انا كنت عايزه حضرتك في موضوع شخصي يخص بنت حضرتك. طب بالراحه عليا شويه يا فندم، انا جايلك في الكلام اهو. اصل انا عندي خبر ان طليق بنت، اقصد جوز بنت حضرتك السابق، ايوه العميد حسن محسن، كان قدم بلاغ في حضرتك وبنت حضرتك انكم مانعينه من حقه الشرعي في رؤيه اولاده. مع ان اسفه سيادتك، بس انا ده اللي وصلني. انا بس كنت حابه اتاكد عشان مصداقيه الجورنال. انا عارفه ان احنا في مرحله تغيير وزاري، وان في اشاعات كتيره بتطلع عشان حرق المرشحين. انا عارفه ان سيادتك اكبر من كل انا عارفه، بس اديني فرصه يا سيادتك. الو الو يلا رن بقى، رن بقى وخليك جدع. ايه معقولة يا سعادة المحافظ مسحت رقمي ولا ايه؟ مش عوايدك يعني؟ ايوه هو ده الكلام. معلش يا سعادة المحافظ، مضطر احولك على الفويس ميل، بس اوعدك المرة الجاية هرد. الو، ايوه مين معايا يا فندم؟ لا والله مش واخد بالي، معلش العده اصلها جديده ولسه ما نقلتش الارقام. مين سعادتك؟ اهلا 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 سعاده المحافظ، ازاي سعادتك يا فندم؟ عيد سعيد يا فندم. ده حضرتك والله صوتك وحشني جدا، ما سمعتوش من ايام جلسه محكمه الاسره، مش كده؟ لا باين من اخر قعدة صلح في مكتب الاستاذ زكريا المحامي. اخباره ايه صحيح الاستاذ زكريا يا فندم؟ بلاغي يا فندم. ايه ده؟ معقولة الاخبار بتوصل لسعادتك بالسرعة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله سعادتك. لا يا فندم انا والله ما قدمتوش رسمي، انا بس كنت بسأل واحد صديق ليا في النيابة عن اجراءاته. سعادتك حط نفسك مكاني. تعمل ايه لما تتحرم من ضناك يوم العيد لمجرد انك اتاخرت في ماموريه شغل بتخدم بيها بلدك؟ وسعادتك راجل منصب وفاهم، يعني خدمه البلد ملهاش مواعيد. تمام يا فندم. لا سعادتك انا مش عايز اي حاجه، انا مش عايز اي حاجه يا فندم، انا كل اللي عايزه ان اللي احنا اتفقنا عليه يتنفذ ومن غير وجع قلب.
انا اسف فندم في اللفظ بس مش هي دي الحقيقه. يعني لما تتحرم من ولادك يوم العيد مش ده يبقى اسمه وجع قلب سعادتك؟ لا اللي تشوفه فندم، اللي تشوفه سعادتك. والله هايل جدا، ربنا يخليك لينا يا فندم. انا حالا هبقى عندهم حالا دلوقتي. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يخليك لينا. ميرسي يا فندم قوي، ميرسي ميرسي يا فندم، مع الف سلامه يا فندم. عيد سعيد سعادتك. كل ده علشان كرسي الوزاره؟ طب يا رب ما تنقلها، علشان لو انت نقلتها انا اللي هتبادل فيها. الهي وانت جاهل، من باب المبنى بتاع المحافظة لتراث المبنى الاجتماعي في نادي الشمس حتف. آمين يا صافي. أنا بجد مش عايز أعرف أي حاجة عن ماضيكي. ماضيكي ده شيء يخصك ما يخصنيش. من قلبك الكلام ده يا شريف، ولا بتقوله زي كل الرجالة ما بيقولوه بعد كده يرجعوا في كلامهم تاني؟ أنا بسمع كلام ده بحس إنك أنت مصرة تحكي لي عن تجارب سيئة. يا صافي أنا مش بجاملك ولا بعملك فيفر، أنا فعلا مقتنع بالكلام ده، غير كده أبقى بناقض نفسي. أنا شايف إن الوحيد اللي من حقه يحكم على الناس هو ربنا، وهي دي مصيبة مجتمعنا إن إحنا نضيع وقت كبير قوي في الحكم على الناس بدل ما نشوف أخطاء. ده طبعًا بافتراض كل واحدة تحب أو ترتبط عاطفيًا، ده غلط أو عيب أو حتى حرام. حبيبي شريف، أهو بقى عشان خاطر الكلمتين الحلوين اللي أنت قلتهم دول أنا لازم أبوسك. لسه كفاية يا صاحبي. طب وإيه يعني؟ مش أنت اللي لسه قايل دلوقتي إنك غلطانين لو سيبنا الناس تحكم علينا؟ أيوه بس كده، إحنا في مصر مش في أمريكا. يا ريتني كنا في امريكا يا شريف، ادفع نص عمري وعيش انا وانت في امريكا بعيد عن الناس كلها. بتقول ايه؟ الناس اللي حضرتك من الكرسي. لا الغي دلوقتي ولا اقول لك اجل شويه. تحت امر سعادتك. ايه يا شريف؟ يعني 20 سنه اللي قضيتهم في امريكا ما فرقوش معاك كتير. كنت فاكر انهم غيروك، طلعت بتاعك على روحك. جاي دلوقتي تبقى شرقي بعد ما عملت فيها متسامح الاعظم. مش كنت تسيبها تحكي لك وبعد كده تاخد قرارك، ولا لما جاي تكتشف تخلفك بعد فوات الهوان؟ مش كفايه انها كانت عايزه تبقى صريحه معاك عكس غيرها اللي عاملين فيهم ربات السم والعفاف فيهم كل غيرهم؟ انت ناسي انك في مجتمع مهزوم ومتخلف وما بيسيبش حد في حاله؟ هي لو كانت خايفه من مديرها كان عندها سبب صراحه كبير. فوق يا شريف، فوق يا شريف، وما تفسدش فرحتك. ولا يكون اللي مزعلك انك اكتشفت ان لسه فيك عرق تخلف. افرح يا سيدي، انت لسه اصيل وشربت النيل. بتهيألي انزل لحضرتك المنكورس يا فندم. الله، حتة ديد صفحة أولى تنفع بوستر. تسلم الأيادي يا قمر. علي. نعم. بقول لك إيه؟ خد الشغل ده وديه الديسك، اديه لمحمد. قال له بلاش محمد، اديه لمصطفى جنسوري كويس قوي. خليه يوضب لي الصفحة ثلاثة معاه. بس ده مساحته مش كبيرة يا ريس. يا أخي مش مهم، عناوين بقى وديها، هيكسر الدنيا. أوكي. أهلاً داليا. فرح صافي أخباره إيه؟ الله. مالك؟ استني بس، في إيه؟ أوعى غير. تعالي مالك، فيك ايه؟ الموضوع بقى اللي فيه إيه؟ طيب اسبقيني انت على المكتب على ما اصلي واجيلك. هات يا ابني انت، هات المصلية. حاضر. تقبل الله. شوف شغل بسرعة. حاضر. معلش يا استاذ، مش هقول لك حرما عشان انت اخر واحد تخيل ان ابقى معاه جامعه في الحرم. ما تستغليش العشم اللي بيننا ده. عموما هعتبرها لك اجابه صحيحه عشان ما حدش معانا في المكتب. بس ربنا معانا في المكتب وشايف وعالم. ايه ده؟ ايه اللغه الغريبه دي؟ وحصل ايه عشان ده كله؟ هو حضرتك ما سمعتش عن العيل اللي انتحر في النقابة؟ قصدك اللي حاول ينتحر
وربنا الحمد لله ما أردوش إنه يموت كان. أقول لك حاجة، أنا عمري ما فهمتك وبطلت أحاول أفهمك، بس نفسي أعرف حاجة واحدة بس، هو حضرتك فاهم نفسك؟ ما تنسيش إن أنا خريج مدارس حكومة، يعني دايما حافظ مش فاهم. أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم جد. هو في حد في الدنيا دي فاهم نفسه؟ أنت مثلا فاهمة نفسك؟ طب لو فاهمة ممكن تفهميني بقى إزاي واحدة زيك كان من المهم إنها تبقى من أهم الروائيين في مصر، نسيت فن الرواية وتنسى أحلامها وتبقى صحفية حوادث؟ ونسيت إن حضرتك اللي أقنعتني إن معظم الروائيين العظماء كانوا صحفيين حوادث في بدايتهم؟ على شرط ما ينسوش إن هم روائيين، مش يتدهنوا في الواقع وينسوا أحلامهم. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنا ما كنتش متأكدة يا داليا إني أنا عايز كل خير، كان زمان كسبت البرنامج ده من زمان قوي. يعني لازم تتكي على جرحي كل مرة وتفكرني بخيبتي؟ أنت فعلا واحد داليا ما تنسيش نفسك. أنا متهيألي إن أنت تروحي عشان ترتاحي شوية. النهاردة أنت عندك مهمة جليلة، هتبقي سفيرة الأمة في فرح رمز من أهم رموزها. إيه رأيك؟ إن أنا بفكر إن أنا أعمل ملحق للحكاية دي، هعمل صفحتين للصور وصفحتين تكتبي لي فيهم بورتريه عن صافي سليم، رحلة صعودها من حي القلعة إلى قلعة البيزنس في مصر. أنا موافقة، بس بشرط الصفحة الرابعة بقى تكتب لنا فيها عن قصة غرامك معاه، وإزاي اديتك على دماغك وخليتك تجري وراها وتذل نفسك. هو الجري ورا المحبوب ذل؟ تالي انت اخر واحده تتكلم عن الحكايه دي، ولا انت نسيت الحب؟ اموت وافهم، انت معلق صور الناس دي ليه؟ مش كفايه بتبيع بصورهم الجورنال؟ انت برضو عايز تبيع بيهم الناس اللي بتخش مكتبك؟ لو انت صادقه عشان افتكر اني ابقى زيك، مش هي دي الاجابه اللي نفسك ان انا اقولها عشان انت ترتاحي؟ لعلمك بقى انا اكتر واحد في البلد دي عارف قيمه الناس دي كويس قوي، انا اللي عرفت اجيال الشباب بيهم بدل ما كانت الحكومه عاوزه تموتهم وتحط مكانهم رموز ميعه ملهاش اي قيمه ولا طعم، وانت عارفه كويس ده. طيب 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 بالراحه شويه، وفر الكلام ده للقراء ولا الكاميرات، انا خلاص حفظته عن اذنك يا ريس. استني بس، عايز اقول لك حاجه. الله داليا، ايه في ايه؟ اوعي تاثري رقبتي النهارده في الفرح. اوعي اوعي امرك. لا قولي لي يما،
ينفع لما صفي تتجوز عريسها الحلو ده وتروح معاه شقته ابقى اجي اتجوز واقعد معاكي هنا في الفيلا؟ يمكن تحتاجي حاجه. لا طبعا ما ينفعش، عشان عارفه هتجيب لي واحده مقشفه. ما تستنى يا ولا لما اجوزك جوازه سوق زي اختك كده. الله، انت هتختاري لي كل حاجه يا اما حتى جوازتي؟ ايه اللي بيرزع ويخبط على الصبح كده؟ لا الجيران بينفضوا ولا حاجه. يا خير الحقني يا حاجه. خير ده الحاج بره. الحاج مين يا اختي؟ هو ايه اصله ده؟ الحاج عبد الحميد ابو ولادك. انت نسيتيه ولا ايه؟ يا نهار اسود، وده عرف طريقنا منين؟ معاه بره مدام زينب والاستاذ عطا. ياما قلت لصفي ما تعرفش الواطي، يا مرات الواطي ده طريقنا مفيش فايده. ولا على ايه؟ انا نام. ايه يا جزمه؟ قوم هتنام فين؟ احترم نفسك، دول اهلك. هنعمل ايه يا نجوى؟ لا انا صراحه بقى لما شفتهم من عين الباب كده وعرفت ان هما اللي بره ما رضيتش افتح. لا عيب لي كده، ازاي ما يصحش؟ لا يا حاجه، ما انت عارفه يعني، ما انت عارفه كل حاجه. لا افتحي ودخليهم وقدمي لهم حاجه على ما نفكر في صرفه. نفكر في صرفه؟ لا ده انت شكلك نفس اللي عملوه اخر مره، ده انتوا عيله غريبه قوي. حرين بقى، انا ما بقتش فاهماكوا الصراحه. يلا اشربوه، انا مالي هدخله. حاضر يا اخي حاضر. عيني عليك يا بنتي وعلى بختك المنيل، حتى يوم فرحك مش سايبك الاسيب للاسيب. الراجل ده ما بيتعلمش وما بيتعزيش. ايوه عارفك هتقعدي تندبي وتديها في امثال شعبيه. هنعمل ايه مع الراجل اللي بره ده؟ الحاج عبد الحميد ملك الكبده يا دي تلمد ابوك. طب ولما هو ابويا امال اتطلقتي منه ليه وسبت له القلعه اللي فيها وخلعتي؟ ما تلم لسانك شويه. خلاص هلم نفسي. هنعمل ايه مع السيد الوالد حفظه الله وهو جاي يطربقها على دماغنا ودماغ اللي خلفونا؟ بقول لك يكلم اختك في الموبايل يمكن تصحى، وهي الوحيده بس اللي بتعرف تتصرف معاه. يا ايتن انا والله اسمعيني بس، انا عارف انك انت مش عايز تكلمي قدام الولاد وانا مقدر ده جدا، بس هنعمل ايه؟ حبيت افرجهم اللعبه الجديده. ده طلع عين ابويا عشان اعرف اجيبها لك. الوقت اتاخر، هيروحوا امتى وترجعوا امتى؟ وعملت خناقه وعملت فيلم والملاي، هيلحقوا يرجعوا امتى؟ لازم يناموا بدري وانت عارف كده كويس. يا ستي مش هنتاخر. حاضر. اي اوامر تانية؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هتعملوا امشي انا ولا هترجعهم امتى؟ حاضر. اوكي باي باي. يا اولاد خلاص بقى نسيب اللعبه ونروح الملاهي. ماما بتقول لكم اتفسحوا مع بابا وانبسطوا ونتاخر زي ما احنا عايزين. ميرسي يا ماما. يلا باي باي. باي يا علي. باي معانا. باي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا وليه، انت ابعدي من قدام احسن، والله العظيم اكسر لك دماغك. لا ما يصحش كده يا عم الحاج، احنا مش ناقصين فضايح. فضايح؟ هو انتوا لسه شفتوا فضايح؟ اوعي من قدامي بقول. ما تخليش بقى اندهلك السكيورتي. انت مجنونه يا وليه انت؟ عايزه تمنعيني ان انا اشوف بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب، وانا اقدر برضك يا اخويا؟ انا قصدي يعني لو صحيتها دلوقتي هتبهدلني. لا انت هتطلعي دلوقتي وتصحيها حالا، لا اما والله العظيم اطلع اشدها من شعرها. وعلى ايه كل ده يا حبيبي؟ عاجبك اللي بيتعمل في ابوكي ده يا امينه؟ ايه بتبصي لي ليه؟ ابوكي جالي وقع في عرضي عايز يشوفك، كنت عايزاه نعمل ايه؟ اكثر بخاطره يعني؟ ولا انت يعني خايفه لحسن لو حضرنا الفرح نعرف؟ لا بصي بقى يا عين اختك، انا شفت حته فستان تحفه وايجاره ايه؟ حاجات عبيطه كده يعني. فساتين ايجار ايه يا زينه؟ هو فرح ست الكل برضه يتحضر بفساتين ايجار؟ ده مش مقامها. انتوا هتستعبطوا انتوا الاثنين ولا ايه؟ انت يا زينب مش واخده مني تمن عدم حضور الفرح ده بدل المره مرتين. اخس عليك يا صافي، هو انت بتسمي مساعدتك لاختك دي تمن عدم حضور الفرح؟ معلش يا زينب، بس الصراحة مرة، بس ما تزعلش. عطر، أنت هتتنطط لي أنت وهي كل شوية ولا إيه؟ بقول لكم أنتوا الاتنين، تاخدوا بعضكم كده وتتكلوا على الله، وتسيبوني بقى أنا وأبويا نتفاهم مع بعض. يلا يا أختي مستنية إيه؟ حاضر يا أختي، حاضر اللي تشوفيه.
استناك يابا عشان تروح معايا بدل ما تتوح. لا يا اختي ما تخافيش، هبقى ابعتهولك مع السواق. ماشي يا اختي اللي تشوفيه، وعموما ربنا يتمم بخير. على فكره العيال كانوا هيتجننوا ونفسهم يشوفوا فرح خالتهم. معلش هبقى ابعتلهم شريط الفيديو. لا ما تتعبيش نفسك، انا اصلي بقدرهم المجلات عشان يتفرجوا على الصور دي. ربنا يتمم بخير يا عروسه. سلام يابا. سلام ياما، ولو سيفاني من خرم الباب اديني بابوسك اهو. تعالى يابا تعالى. نجوى هاتلنا القهوه بره. تعالي يا حبيبي اربط الحزام يا بابا. بابا مش انت ظابط محدش يقدر يقول لك حاجه. واحنا بنربط الحزام علشان محدش يقول لنا حاجه، ولا علشان نامن نفسنا لو لا قدر الله عملنا حادثه؟ يا عم خليها على الله، ربنا يسترها معانا. يا ولاد الايه، اضطر ادافع عن الحزام يا حبيبتي. ما علشان يعني اخليها على الله لازم اعمل اللي عليا الاول واربط الحزام، وبعد كده اطلب من ربنا انه يسترها معايا. ماشي يا عسل نهارك فل. جمانة ايه يا حبيبتي لغة الميكروباصات دي؟ يا عم كلنا على التسعة. الله يخرب بيت الافلام. بابا مش انت وماما منفصلين؟ صح الكلام؟ ايه يا حبيبي السؤال؟ قلت لك 100 مرة هما متطلقين بس بيدلعوا الحكاية شوية وبيقولوا ان هما منفصلين، صح الكلام؟ يا حبيبي صح، هو انا وماما كنا قريبين من بعض، وبعدين الظروف ما ساعدتناش اضطرينا نبعد عن بعض، وبعد كده عملنا حاجه ربنا سبحانه وتعالى شرعها اسمها الطلاق، وده بيحصل لما الزوجين يبقوا مخنوقين من بعض. حبيبتي عيب كده. لما يبقوا الزوجين يعني ما يبقاش في لغه حوار بينهم. يعني لما تستحيل العشرة، يعني لما الخلافات يعني قلت لك 100 مرة لما يبقوا مخنوقين من بعض. بس ده مش معناه ان احنا مش بنحبكم، بالعكس احنا يمكن عملنا كده علشان ما تشوفوناش واحنا بنتخانق مع بعض، عشان بابا يعرف يركز في شغله ويجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه، وماما كمان تبقى عايشة مبسوطة ومش متضايقة. انت سبتها علشاننا؟ سيبنا بعض عشانكم يعني. تقدر تقول كده. لازم يقول لك كده طبعا، احنا اسفين يا باشا. بص حبايبي انا وماما بنحبكم، وانا وماما ما بنكرهش بعض خالص، بس في حاجات هتفهموها لما تكبروا. دلوقتي احنا وصلنا، فهيا بنا الى عالم الفرح والبرح. يو يا حاج رايح فين يا حاج؟ القهوة هي يا اخويا يا اختي، ده حتى فناجيلكم مليانة عيون يا حاج يا اخويا. طب خليتني اعملها ليه وتعبتني؟ هو ايه يا اختي اصله ده؟ ده انتوا عيلة متعبة من اصغركم الاكبر. مشي. طب انا نمت عليك حيطة. تعالوا نشوف اختك دول اللي منكدين عليها يوم فرحها، على ما تعرفش الفرح ولا حبيبتي يا اختي اكيد يا اختي اخذ اللي فيه نصيب ومشي. انا كنت حاسه بره. اخلصي خلاص يا لب اخلص. انت اصلك تعبان عليا، داخل ياخد فلوس ورايح ياخد فلوس وجاي ياخد فلوس. اكتني شويه اكتني. قالت لك بس يا نجوى يبقى بس، مش بره 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 بره. سيبوني لوحدي سيبوني لوحدي كله. يلا يلا وانا اتكلمت ولا فتحت بقي ولا بعرف افتح بقي في البيت. Thank you.
جو كروك سو الفير. سانتاس بليز. تقلقش يا شادي بيه، كله تمام. أنا ما بقلقش، أنا بطلع. يا أستاذي العزيز، ده مش أي فرح. ده فرح ولا ألف ليلة وليلة. المعازيم ناس مهمة جدا، لازم يعرفوا يسمعوا بعض زي ما هم سامعين المزيكا. مفهوم؟ مفهوم. سعادتك محتاج مني أي حاجة دلوقتي؟ زي ما فهمتك، مفيش صحفيين وخاصة مصورين. No photographers allowed. مفيش تصوير خالص. ولو صحفي صمم أو مصور صمم، تديله نمرة التليفون مس سميرة، هي تتصرف معاه. ممكن أشوف الإضاءة اللي على الترابيزة دي؟ نزل الدمر شوية، احجزوها لي. بعتهولي من الخارج من بره، قال لي صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. ميرسي. صباح الخير سميرة طلعت. اوكي اتفضلي. هيا صافي، وصلتي لفين؟ ما صوتك. صح النوم يا قمر، كده برضو ضيوفك يوصلوا قبليكي؟ كله جه، اللي في اوضه واللي على البيسين. بس انت يلا بقى بسرعه شويه يا ستي، الماكير والكوافير موجودين وفي انتظارك، والفستان معايا، ما تقلقيش. انت يلا بسرعه، ما تبقيش رخمه. يلا باي. ايه الاخبار يا محمد؟ كله تمام. كله تمام. تكات محمد، شيكت على كل البطاريات؟ تمام، كله مشحون. ليش يا رئيسة؟ كله تمام. شرايط كفاية، مش عايزة حد يجري في وسط الشغل عشان يجيب حاجة نقصانة. الشغل مهم والناس اللي فيه أهم. الناس اللي قاعدة نجوم سياسة، على فن، على دين، على بزنس، على كورة، عايزين نقطرهم من ساعة ما يدخلوا لغاية ما يقعدوا، ولكن من فضلكم ما يحسوش بوجودنا خالص. عايزين نبقى خفاف ومن بعيد لبعيد. والناس المهمة على فكرة لازم نفصل، اتأكدوا انه نفصل الصوت لما نوصل عندهم، عشان الناس دي عفوية ممكن تقول كلمة كده، مش عايزين حد يحرجنا. أرجوكم. ماشي عاطف، عندنا ناس كتير تغنينا عن الرقصة والفساتين. يا عاطف، الفساتين دي جزء من الفرح ولازم بذكرى؟ على اساس انك هتاخد نسخة لعمتك في البيت ولا ايه؟ مش فاهم. مش قصدي. عاطف من فضلك، لو عايز تهزر قول لي، انا اقف مكانك. الفرح ده يا جماعة لو باص فيه حاجة هيقعدنا في بيتنا. ده مش بس هتبقى دعاية مهمة لينا، ده احنا هنبقى اول ناس في مصر بتقدم الفرح كفيلم سينما، وكل الناس المهمة ابطال. دي احسن حاجة نقدر نثبت فيها الجديد اللي احنا عايزين نعمله. ارجوكم ما تطلعونيش بسواد الوش، انا لسه بثق فيكم ولسه حاطه فيكم امل عشان توصيه الوالد ليكم عشان شغلكم الطويل معاه. ارجوكم يا جماعه ما تضطرونيش اغيركم بناس جديده وصغيره وتفهمني احسن. في اي حاجه تانية قبل ما نبتدي ان شاء الله؟ هشرفك. تشرفوني بس من غير سجاير ولا جري على البوفيه ولا تلزيق في الناس. ها حاضر. تمام. اوكي ماشي. عايزين حاجه؟ شكرا. شكرا. توكل على الله. سينما وبالثانية. ايه يا عم ده؟ احنا ايه؟ ليه رأيت الكرسي قبل ما نطلع الجبهة؟ ولا انهي اربط الحمار مطرح ما تعوز بنت الحمار. عيب عيب يا عاطف، انت جاي تقدر تشوفك في المعركة ولا اعرفك. ده مبدأ ولا ايه؟ ايوه. شفت ندل معاك ازاي؟ ده ابن 60 70. ايوه يا باشا. ايه ده؟ ده الموضوع معقرب قوي. العفو يا باشا، مين بس اللي جاب سيرة زيادة في الفلوس؟ لا يا باشا، ده احنا رجالة قوي وجدعان قوي وكلمتنا واحدة. بس انا كنت عايز اقول يعني ان الاوتيل مقلوب، ده حتى في عربيات بوليس غير عربيات شرطة السياحة. اصل بيقولوا في وزراء وناس مهمة قوي هيحضروا الفرح يا باشا. يا باشا انا مش بقفلها ولا حاجه لا سمح الله، وانا مش هعرف ادخل القاعه من اساسه. بس انا جات لي فكره حلوه. بس سيادتك عايز الفرح ده يبقى فضيحه بجلاجل، انا هخليه لك فضيحه بجلاجل. اقول لك ازاي يا باشا؟